انتم يا اللي ما تحطوش على دمكم، انتم يا ناقصين مفهوميه وذوق، يا توسجيه يا عوالات، على كوره من نوم الله يخرب بيوتكم، مش عارفين ننام في الحاره الهباب دي. ايه 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 حريقه؟ مش عارف ايه المنبه بتاعك اللي ده الهباب ده اللي بيقلقنا كل يوم الصبح. قالك ده ايه؟ مش بصحي نفسي؟ هو تصحي نفسك وتقلي غيرك يا جدع. قول يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم، ده احنا جيران والجيران لبعضيها. مش كفايه مستحمل شخيرك طول الليله كانه مزيكه حسب الله ما بتكلمش؟ هو انا بنام غير الفجر يا عديم الفهم؟ انا معدوم الفهم يا حلوف؟ انا حلوف يا ابني. فتاح عليم يا رزاق يا كريم، اخواننا الصبح على الصبح حد يتخانق على غري؟ خليته ايه بتوع الحواري؟ قول له يا سحانة في حياة أبوك كل يوم الصبح يصحيني بموال شتيمة. مش أنت اللي بتقلقنا كل يوم الصبح يا عم؟ حقك عليا. المسامح كريمة سبع برومبة، امسحها فيا أنا. أعوذ بالله، حارة لما مش عاجباك الحارة روح اسكن في جاردن سيتي ولا الزمالك، عشان أهلها يعملوا لك قفص ويوكلوك برسيم. إن كنت راجل يبقى دور منبه ده تاني. ما أنا لازم أدورها يا جدع عندي. أمال هصحى إزاي مخمول أنت؟ يلا يعني ايه؟ يلا يا بنتي بقالك ساعة. صباح الخير يا شادي. صباح النور يا اخي. صباح الخير يا شادي. صباح محمود. محمود مش كل يوم تعملها فيا يا محمود. محمود. صباح الفل يا استاذ حمد. صباح الخير. وانت راجع بقى يا حسن يا اخويا تفوت على الجمعية تجيب لنا طلباتنا. حاضر، عايز ايه؟ اللي تلاقيه يا اخويا هاته. كيلو لحمه من ام 68، فرختين مدعم من بتاع الحكومه، عدس اللي تلاقيه. هو يعني احنا بنختار؟ خد يا حبيبتي، خد يا حبيبتي. السلام عليكم. مع السلامه يا حسن يا اخوي. اهلا صباح الخير يا معلم. صباح الخير. لا كات. سلام يا باشا. ولي عليكم. تأخرت ليه يا سيد حسن؟
ما تقوليش مواصلات. ما هي العجله بتقف في الاشارات يا ست نوال. مش معقول بنشتغل في تنظيم الاسره ومش عارفين ننظم نفسنا. واحنا متجوزين عشان ننظم نسلنا. بسيطه يا اخي، اتجوزوا بعض وخلفوا عيال، على الاقل نلاقي حاجه نشتغل عليها ونحدد النسل. اخلص وبينا نشوف شغلنا. قوم منك نوم يلا، ولا عايزين تقعدوا لما البلد تبقى نمل كده. يلا يا اخويا اتحرك منك نوم. كل واحد يشوف الحالة اللي عنده. ها؟ السلام عليكم يا معلم. وعليكم. ازاي الصحة؟ أهلا وسهلا. ازاي الحال؟ الله يخليك. الله يحفظك. اسمح لي أدردش معاك شوية. ندردش؟ ليه؟ احنا برنامج عن ناصية. لا هو مش من ناصية بالظبط، لكن حاجة قريبة منه كده. طب اتفضلي. الله يخليك يا معلم. قول لي بقى، عندك كام عيل؟ عندي بقى؟ لا ده مجرد سؤال بس. حوالي 9. حوالي 9؟ ايوه، اصل بقى الولية حامل في 9 ولسه ما ولدتش، فانا بقى بقول لك حوالي 9 عشان كده ما رحتلهاش بقالي 15 يوم. لا غلطان يا معلم، كان لازم تروح، بس يعني انت صعبان عليا قوي، هتاكلهم منين؟ طب وانت مالك يا وليه؟ لا انا بس قلب عليك. وانت اللي هتجري عليهم ولا هتجيبي لهم من بيت ابوكي؟ ولا بيت ابويا ولا بيت. اللهم اني تقلب قوي، اديني سطور. طبعا ادرى لي الانجاب الكتير كتيره، عشان كده بنقول لازم نحدد النسل. وده نحدده ازاي؟ يعني يجي يوم الخميس اقول لجوزي لا هنحدد النسل واعمل نايمه؟ لا يا فندم، تفضلي صاحيه وكل حاجه، بس حضرتك تاخدي حبوب منع الحمل وبعد 4 ايام من الشهر تبتدي تاخديها تاني. الشهر ان هو العربي ولا الفرنجي؟ لا لا لا، لا العربي ولا الفرنجي، ده الشهر اللي لمؤاخذه يعني. ما هم 3، عربي وفرنجي وقبطي. لا قبطي ايه؟ لا لا لا. انا قصدي البتاع اللي لا يجازش تاني كده. الله الله، مين ده؟ ده انت طالع. انا بتاع الناس. ده ايه؟ ناس ايه؟ الخلفة، قصدي عدم الخلفة. يا سفل يا مجرم. انا هشرح لسيادتك. تشرح مين؟ تشرح مين؟ تشرح مين؟ ده انا كل سنة بخلف له عيل. مين اللي بحتك ليا ومين اللي مسلطك عليا عشان تقول لي ما تخلفليش؟ يا ست والله العظيم لا في حد باعتني ولا في حد مسلطني. امال مش عايزني اخلف ليه؟ عشان درويش يبص لواحدة غيري؟ عشان امه تقول له طلعها دي ما بتخلفش عيال؟ دي الست اللي ما بتخلفش زي العيال اللي ما بيصيبش، وانا بقى حصيبة. ايه 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 يا ست بس، ايه ايه كده؟ انا ما اقصدش حاجة، انا غرضي كل مصلحتي. مصلحتي انك تطلعني وتشمت القرشان امه فيا؟ امه مين وابوه مين يا استاذ؟ انا ما اقصدش يا ست، انا قصدي كله خلفي خلفي بس مش كتير، قصدي ما تخلفيش مش خلفي خلفي فلقي بس. واجيبه ورا ازاي؟ ايه؟ ده لو شم نفسه عليا هيروح يتجوزها ويجيبها لي هنا في البيت. طب والنبي ما اسمعي اسمعيني بس، الله ينعل الأب، دي شغلانه يا درويش. خلفي يلا يلا بره. كل يوم من ده يا رب، بس كل يوم من ده. ده احنا اكننا بنعمل فيهم معصيه. هنعمل ايه؟ ناس ما يعرفوش مصلحتهم. مع انهم لو سمعوا كلامنا البلد هتخس وتبقى كويسه. 44 مليون كلهم بيضربوا فينا. ايوه بس احنا ما قلنا اي ولا كلمه. ولا قلنا اي. انت يا مراد، انت يا حبيبتي، انا بس انا كنت ما تدخليش حد قدامي. والله يا حبيبي يا عم حاسب عجلتك دي يا عم، هي ناقصه؟ ايه مالها عجلت؟ عملتك حاجه؟ حد يقف عجلته برضه؟ انا عايز اديها دور ولا حاجه. انت تحطوا بلاكوا عليا، ما تخليكوا في حالكم. جينا بعيد ما تركنا على جنب يا اخي. نعم يا اخويا، عشان تتسرق دول بيسرقوا الكحل من العين، وبعدين يجي واحد ياخد مطرحي. رحمن اسمع، ايه ده يا كابتن؟ كابتن يلا يا عم، انت عايزين ورا 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 فين؟ دورك ورا، ده مكاني. مكانك كده مكان، انا واقف هنا من الصبح. بذمتك واقف من الصبح؟ اتظلمت ليه؟ انت يا جدع، انت يا سيد، ده دوري يا جدع. ما كنتش مصدقني يسأل الناس دي واسالهم ليه؟ ما هو
قلنا الفراخ لسه ما جاتش. ما فيش فراخ. قول يا سيد، هو الصف ما بيمشيش ليه؟ هيمشي بس لما الفراخ تيجي. الفراخ ما جاتش؟ لسه عربية الفراخ ما جاتش. طيب مش لازم فراخ بقى، اشتري فول، عدس، أي حاجة. أي حاجة؟ ما لقيتش أي حاجة تشتري أي حاجة، ما انتوا اللي غليتوا علينا البلد. يا عم أنا مالي أنا وأنا وزير التموين؟ ما هو أمثالك اللي مش مخلي الغلابة اللي زي يعرفوا ياكلوا حاجة. غلابة؟ إيه؟ بحسس على الغلابة. يلا يا عم خلصت، انت تعبنا سنة ولا ايه؟ ايه الشغلانة بتاعتكم دي؟ يلا يا اخويا، يلا يا ستي. خلاص الفراخ خلصت يا فندية، اللي معاه بون يجي بعد ثلاث ايام. ما عنديش ايه فيها يا اخويا؟ الفراخ خلصت كله من الناقة والقرب بتاعكم ده، الله يخرب بيوتكم. هناكل ايه بقى؟ كل بيت. السلام عليكم يا استاذ رشاد. اهلا يا ابو علي، ازاي؟ الحمد لله. عنك يا استاذ عنك. تشكر حسن بيه. انت جاي من ايه؟ جاي من الجمعيه. من الجمعيه. يا عيني انت من الكادحين. انت كل يوم تصلح في العربيه دي. هي العربيات دي بتتصلح يا استاذ رشاد. ما تروق الاناني، امال هنسترزق منين؟ النهارده الشكمان بايظ، بكره الابلاتين لادع، بعده البرابيق مفنشط. برابيق مفنشط. خلاص يا حنفي، كله تمام يا عم رشاد. تعيش تعيش يا حبيبي، تعيش يا اخويا، تعيش. تشكر يا باشا. النهارده زي البرلانت، يا ابو عيون غزال، يا ابو خصر نحيل، يا ابو كعب الجمال، يا حلو انت. انا اسبقني على الناصي عشان نهندم المسائل وناخد لنا قطتين على الماشي. اسبقك ايه وقطتين؟ ابوك مش في البيت، هناخد حريتنا على الاخر. ابويا مين؟ ابويا مات. انا اعرف ابوك منين؟ انا بكلم ابو الجميل الحلو ده. يا ابن الايه ده، انت ميه من تحت تب. هي دي البنت بتاعتك؟ لا بنت بتاعتي دي واحدة من طابور طويل. عندك طابور؟ طويل. مش زيك انت هتسبقني على النص عشان اخد لي قطة. قطة ايه؟ قطة، ده الاسم الحركي بتاع البوسة. عن اذنك بتاع الجمعية. خلي الجمعية تنفعك يا اخويا. وده وقتكم يا سيدي، وقتكم يا اولاد الابلسة. عارف يا سكر، انا لما بشوفك ماشي في الحارة قلبي بيلطك من الفرحة. بيتهيألي نعم الناس كلها عشان ما حدش يشوف جمالك غيري. اوعى ايدك بقى، بتقول الكلام ده لكام واحده غيري؟ هو في غيرك انت يا جميل؟ يا حلو يا مقطط، حتى اسالي مرجتي. اوعى ايدك بقى. ايه ده، انا قلبي مولع نار. انا عايز انزل. ليه؟ ما احنا لسه قاعدين، ما لسه بدري. اصل انا لسه هركب الترماي. يا بخت الترماي والاتوبيس والسكه الحديد والاندر جراوند. ركز. ايه يا رشاد؟ لا مؤاخذة ساعة البيت، الشكمانات كانت عايزة شغل جامد. طب يلا اتفضل وصلي المكتب بسرعة. ها يا عبد العزيز، طمني. كله تمام يا فندم. جالنا تيلكس إن المواد التموينية كلها اتشحنت على المراكب، وإن شاء الله بعد أسبوع هنغرق السوق. طيب عال عال. كويس أوي كمان يا فندم الدعاية اللي إحنا عملناها، وخصوصًا بالأسعار اللي أعلنا عنها. ربنا يوفقنا. بس ساعات البيع مفيش حد شايلنا على دماغه وزعلان غير التجار الكبار، خصوصا شركه النقباوي. قال ايه؟ ليه وليه هنبيع البيض والفراخ بالاسعار دي؟ دول ناس جشعين عايزين يكسبوا 500%. هم دول اللي بيختلقوا الازمات. ربنا يكفينا شرهم. الو؟ ده اللي كنا في سيرته. النقباوي؟ اهلا يا نقباوي بيه. ايه يا استاذ سالم اللي بيحصل ده؟ ازاي هنبيع بالاسعار دي؟ وماشي بالاسعار دي ليه يا نقباوي بيه؟ يا ابن انت في اصول للتجاره. الاصول اللي انا افهمها ان ابيع كتير واكسب قليل. انا مش ممكن انتهز معاناه الناس وابالغ في المكسب الحرام. نعم يا اخويا، الكلام اللي انت بتقوله ده كلام تلامذه. شغل التلامذه اللي انا بعمله هيقعدكم كلكم في بيوتكم، ولو كنتوا بني ادمين صحيح بيعوا بالاسعار اللي انا ببيع بيها كده اهو. طب ان ما كنتش هتعقل بقى ونتفق مع بعض على اسعار ثابته نبيع بيها سوا، انا ليا معاك تصريف تاني.
اعمل اللي يعجبك. اللي يعجبني؟ الراجل ده يظهر مش عايز يجيبها لبره. ايه يا ابني ده؟ قائد الحملة الفرنسية في مصر فريد الأطرش؟ أمال مين اللي بيغني نار يا حبيبي نار؟ بونابرت؟ اللي بيغني نار يا حبيبي نار عبد الحليم حافظ. طب اخلص 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 خالص، اقعد اكتب درس من أوله تاني. هي فلحة ده؟ هي فلحة؟ شجرة الدر اللي رقصها في شارع الهرم؟ شجرة الدر؟ تبي بيقطعك قاطعين نفسي طول السنة، وفي الآخر تقول لي عبد الحليم حافظ وفريد الأطرش ورقصها في شارع الهرم؟ كله يكتب من الأول تاني. وانا عايز لكم، هو عايز تركيز. حسن حسن هيا حلف. يا رشاد ازازة ميه ساعة، ازازة ساعة. حاضر هبعت لك ازازة. هاتها وتعالى اقعد معانا. معلش عشان بذاكر للعيال. يا جدع سيبك منهم خليهم يذاكروا لوحدهم. تعالى تعالى اقعد معانا. اهلا 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 اهلا. ازيك يا معلم؟ ازيك؟ خد ابوس. ابوس مين؟ جوزة. هي دي رخصه بتتباس. لا انت عارف ان انا ما ببوسش، قصدي ما بشربش الحاجات دي. اشرب ده العسل اخر ان تاكل. ده اصلا بيقولوا ان التدخين مضر بالصحه العامه. وزاره الصحه غير مسؤوله عن الاضرار التي تنتج عن التدخين. لا ما هو ده مش بتاع وزاره الصحه. اشرب اشرب اشرب. لا اخونا بلاش. يا جدع اشرب. دوق دوق. خد لك نفس. دوق دوق. جرب. طلع من الشكمانات. حلو الشكمان. اشرب. كل دي. ايه دي صباع كفته دي؟ لا ده عسكري مرور. حلوه حلوه حلوه. اشرب اشرب. ايه ده؟ الله. ايه في ايه؟ يا انا مالي شايفك بجوز كده ليه؟ عشان انت بتشرب بالجوزه فشايفه بالجوز. صح. تعطين فيها تعطين فيها البتاع ده. انا دماغي مالها تقيله قوي، حاسس انها تحت، حاسس ان رجليا تحت ودماغي في حاجه فوق. احنا الصبح الصبح. اضحكوا عليا، انا عايز حد يبكي عليا. يا للدرجه دي؟ مالك يا حسن؟ مالك يا اخويا؟ تعبان يا رشاد قوي، تعبان وهل كان شغلي. بقف بالساعات في طابور الجمعيه عشان فرخه. الحمد لله انا ما بشتريش حاجه من الجمعيه ابدا. ولا انا. امال بتاكلوا منين؟ من السوبر ماركو. سوبر ماركو؟ كل حاجه موجوده هناك اخر تمام. قصدكم يعني السوق السوداء؟ ما هي السوق السوداء اسمها الحديث ولا مؤاخذه سوبر ماركت. وبتجيبوا فلوس منين بقى ان شاء الله عشان تكفوا السوق السوداء اللي اسمها السوبر ماركت؟ ما كناش احنا نشتري اجدع حاجه اغلاه حاجه. امال مين اللي يشتري؟ الموظف اللي زي حضرتك. مساء الخير عارف. مساء الفل يا ابو رشدي. عارف البتاع دي بكام؟ كام؟ ب 40 جنيه. وايه؟ بنطيرها في الهواء. يا ابني الايه؟ ده انا البصة في العربية 3 جنيه. شو بقى بيبص له كام بصة في اليوم؟ يا ولاد اللذينة اللي تغلبوا العدو. الوقت ده وقت السباكين والسمكرية والسواقين مجدعة والنزاقة. عشان تكسبوا بالسهل يوم تغلوا علينا التراب. الله يخرب بيوك يا ولاد الكلب. كرام علي انت ونونت ولا ايه؟ سلطن. انا لا منون ولا نيلة، انا كفران، انا يائس في حياتي. عشان اروح الشغل مشكلة، عشان اجيب الاكل مشكلة، عشان اعلم العيال ازاي يفهموا دروسهم بقت مشكلة، عشان اعيش بصراحة بقت مشكلة. ازاي؟ مش عارف. انا فكرت ان اهاجر. تهاجر فين يا جدع انت؟ هو في اجدع من بلد الانسان في الدنيا؟ طب اعمل ايه يا سي رشاد؟ ازاي اخد شقة؟ ازاي اتجوز؟ ازاي؟ قول لي ازاي؟ اشتغل يا اخي بعد الظهر، هلم. غني. غني، ما هو ده بيغني، حد كلمه؟ غني ايه بس؟ يعني افتح تنظيم اسرة قطاع خاص يا سي رشاد؟ لا انت مش بتدي دروس خصوصية لولاد اختك؟ قاطعين قلبي. خلاص. ليك عليا اشوف لك شغلانه مشابهه اخر النزاق. بجد ده انا كنت ادايلك من كل قلبي. لا طم مالكش دعوه. اشرب اشرب. طلع من غشيشك وانطر من الشكمانات يا ولا. ده احنا مش هنسيبك، احنا هننسيك اهلك. اشرب.
انا هاكل شكمان مشوي بقى. انت الحسن يا ده، فتاكد الباب اللي عندك ده، ده جاي نسكته على دماغك. حسن يا حسن، اديها كمان بوسه. تعمر الطاسه، احبس، طلع من الشكمانات. هو ايه يا اخويا ده؟ حسن يا حسن. ايه يا فايزه بتصحيني ليه؟ بصحيك عشان تروح شغلك. شغل ايه بس واحنا الصبح؟ هو انت دريان ونايم كمان بهدومك؟ انت كنت فين بالليل؟ انا ما كنتش. المنبه ما ضربش ليه؟ المنبه صح الحاره كلها الا انت. الاسم من فضلك يا سماح. الاسم، علي صوتك شويه. ها؟ يا فندم، انت ما بتردش عليا ليه يا فندم؟ في حد مزعلك يا فندم ولا حاجه؟ انا شكلي مش عاجبك يعني؟ ها؟ يعني اسم؟ على كل حال يا فندم، ما دام حضرتك جايه هنا يبقى جايه عشان تنظمي نسلك. عشان تنظمي نسلك، مش كده برضه ولا ايه؟ هديك مخالفة جماعية 30؟ مش أقل من 30. واحنا لازم نحد يا فندم من الهرم السكاني عشان خاطر نقدر نعيش. ما ترديش ليه يا فندم عليا؟ لا أنت مخاصماني بقى، أنا كمان مخاصمك ومش عايز أشتغل بيني وبينك بقى. الاحياء ايه ده؟ عملت ايه في الحاله اللي فوق؟ انا مش قادر اتفاهم معاها يا فندم، متعنطزه عليا. ايه متعنطزه؟ دي مهمه قوميه، انت كده تتلم في شبر ميه. يا فندم شبر ايه ده؟ كده على الحل، ده 7000 شبر يا فندم. كده يا فندم؟ طب اتفضل على المكتب. اتفضل. هو انا بقى اللي هنظم الكل لوحدي؟ حرام عليكم، عينيا اتمققت من الاضابير اللي انا فيها دي. استاذ حسن اتفضل على المكتب، كويس انك جيت. في يا سيدي حاله مزرجله فوق، الاستاذ مش عارف يخلص منه، اتفضل. اتفضل. يا حلاوة ماشي على باله. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. مين؟ فاهمها ازاي دي؟ هو المسألة يا فندم عايزة تركيز. هو هناك ثلاث طرق، ثلاث طرق. أولا تقص. ساعتك عندك كام معاك؟ أنا هي انت عروسه؟ من فضلك يا فندم. اقعد شوف لي كثافه باب الشعريه. لا الباقي الاحسن. شوف الباقي كتير. ده شيء رهيب. انت عامل ايه يا حبيبو؟ انت عامل ايه؟ يا ما بالك؟ مش عارف اسكت يا اخي، انا طالع عيني مش عارف اتفاهم مع الست دي بقى، لا بتتكلم ولا بتسمع. خاصه؟ اه ده ما تسمعها لك. انت تعرف؟ امال ايه دي شغلتي؟ ابدا 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 ابدا. يا ابني ايه؟ بتقول لك ما مش عايزه تاكل كباب. كباب ايه يا شد؟ مخلفه وفاهمه انها ما تخلفش عندها عيال كتير، قول لها لا تستعمل حبوب. حبوب. انا
بيه. انا لا انا الاولى انا الاولى لا انا لا انا لا لا كم حبايه؟ 40 40 لا 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 كويس قوي اللي لقيتك. كويس يا عم، النهارده الراجل اللي انا قلت لك عليه بتاع دروس خصوصيه مستنيك النهارده بعد الظهر، والعنوان اهو. بجد؟ ربنا يخليك يا باشا. انا عمر جديد. شكر قوي. اجيب سعادتك كوبايه ميه؟ لا متشكر. متشكر يا انت مين؟ انا المدرس الجديد يا فندم. اه ده رشاد كلمني عنك. اهلا وسهلا. اهلا بيك. اتفضل. ما لحقتوش، لازم نبلغ البوليس. لا 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 مالوش لزوم. انا عارف انهم هيطلعوا منها زي الشعره من العجين. لكن انا مرتب لهم الحاجات اللي توديهم في داهيه. اتفضل يا استاذ. حسن يا فندم. اتفضل يا استاذ حسن. اتفضل. روح كل عيش اجري روح. اتفضل. يا تامر تامر تعال. اعتبر ان البيت بيتك. شكرا. وتحت امرك في اي اسعار تطلبها. الله يخليك يا فندم. تعال حبيبي الاستاذ حسن المدرس الجديد بتاعك. طيب بعد اذنك. اتفضل. حضرتك اديت دروس قبل كده؟ يعني ايه بقى اديت دروس قبل كده؟ عايز اخطاك من يا استاذ. مش من حقك اتاكد من صلاحياتك قبل ما احط مستقبلي بين ايديك؟ ياه قلتها ازاي دي يا سعاده بيه؟ وانت لسه شفت حاجه؟ لسه هي تمتحني بجدول الضرب. لا مش للدرجه دي. اصل بصراحه منظر حضرتك لا 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 مش بالمنظر يابا. نتكل بقى على الله؟ ليه ما انت لسه قاعد؟ لا نتكل على الله نبتدي الدرس. وهو كذلك استعنا عشاء بالله. مين؟ لا ولا حاجة. يا أستاذ الساعة خلص وفولها ربع ساعة كمان فما وراكش حاجة. أنا مش عايز أسيبك غير لما تكون فهمت. فهمت. طيب أجي بعد بكرة ألاقيك مخلص كل الواجب. حاضر. السلام عليكم. عليكم السلام. استعنا عشاء بالله. مين؟ لا ولا حاجة. يا استاذ ده بينه مات. مات يا نهار اسود. طب هعمل ايه يا استاذ؟ يا ابويا هاني. يا رجلي انا فين يا اخي؟ خضتني على الفاضي. نعم خضتك على الفاضي. طبعا كان لازم اموت عشان ما تتخضيش على الفاضي. سلامة حضرتك من الخضة. طب قوم ما تتصلبطش. تصلبط ده ايه؟ طب والله العظيم ما انا منقول من هنا بقى وهتصلبط وهاتوا البوليس والنيابة والمدعي العام الاشتراكي وهموت نفسي وهوديكي بستين داهية. لا يا حبيبي لا ما ينفعش معايا. إذا كنت فاهم إن حركات ابتزاز الأموال اللي هتعملها معايا تقول لي مش قايم لما تدفعي كذا مش دافعة عن إذنك. إيه يا ست أنت ده تعالي هنا. إيه القوة بتاعتك دي؟ هي أروح الناس لعب عندك كنت هتقتليني من شوية وبتتكلمي كمان؟ ما هو أنا عارفة أشكالكوا كويس. مالها أشكال نفذك حضرتك قوي؟ هتروح الاسم تعمل محضر ولا لأ؟ مش رايح لاسم ولا غيره. لو ما كنتيش واثقة إن أنا في الاسم هتبهدل هناك ما كنتيش قلت تعالى نروح الاسم. منك لله اتكلي على الله. اتفضل شيل العجلة بتاعتك دي من هنا. بتسيبها إزاي؟ دي كسرت لك عجلتك وعظامك. معلش ما
معلش يعني ايه؟ هو انت مش بني ادم؟ يا عم قلت لك معلش بقى. معلش دي هي اللي مودانا في داهيه. يا عم انا اللي اتخبطت وانا اللي اتعورت، انا حر يا سيدي. لا لا مؤاخذه بقى، انت مش حر، خبطتك دي خبطه لينا كلنا. ايه يا عم انت؟ انت من بتوع الاتحاد الاشتراكي بتوع زمان ولا ايه؟ يابا اضطره اضطره كده. انت حر، ذنبك على جنبك على بجوبنا. لا حول الله يا رب، اروح بيها ازاي دي؟ اعمل لها عمره من شهر يا جدعان. أنا آسفة أوي، أنا يظهر بوصلك العجلة بتاعتك، بس أنت اللي غلطان، أنت اللي طلعت في وشي زي الصاروخ كده. فعلاً أنا اللي غلطان يا استهان، عشان العجلة الحقيرة دي خبطت في العربية بتاعت سعادتك. معلش أصل مخها تخين، بشحمها فول وزيت وطعمية، إنما دي بتاكل فطير وكيك وبطون صليت. حقك عليها يا عربية، امسك يا مؤاخذة، هبوسك جزمتها أهو. أهو. تعالى تعالى طيب، ثانية واحدة ثانية واحدة. اتفضل اتفضل. دول ايه دول؟ يا تصلح يا تشتري عجله جديده. خليهم لك يا استهان، احنا ابنيه بلش عوض. ابو دم عسل، كل من شاف جمالك ربك المثل. الله، ايه حسن بيه؟ ايه اللي عمل في العجله دي كده؟ واحده 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 اموره بشكل أمورة؟ عليها جوز عينين، عمري ما شفت جوز عينين بندقي كده. آه يبقى كنت بتبصبص بقى، أقول كده. أنا بصبص؟ أمال إيه؟ دي جاتني نيلة، بصبص. طب النبي شوف حل البتاعة دي، الجنزير والجدون حالتهم بالبلد. يا ابني أنا ميكانيكي مش عجلاتي. أيوه ما أنا عارف. ده كلام حسن بيه. أنت صحيح ما بتفهمش في العربيات، يمكن تفهم في العجلة. استحالة. عشان خاطره. نهايته، هات هذا عربي مفتاح 12. حاضر أصلاً. أنا أقول لك استنى. جمعية ايه اللي فوت عليها؟ امال انا هناكل زلط. طب اجري اجري ذاكر انت، مالكش دعوه. حاضر. ماما بتقول لك لازم تعدي على الجمعيه. ما قلنا خلاص اجري انت. حاضر. خد يا حسن بيه، بتاخر تمام اهي. الله يكرمك. طب انا حسابي ايه؟ حسابي ايه يا ابو علي؟ عيب ده كلام. ربنا يكرمك. سلامة سلامة يا عسل. يا مهون يا رب. هتفرج في ناس هتجيب عمال طمنيه كتير قوي. اهو كلام. سكر 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 سكر. بكام السكر يا حاج؟ ب50 قرش. 50 قرش ايه؟ ده على بعد ثلاث خطوات ب 30 قرش، تبيع 50 قرش. طب خليك بقى على البعد ثلاث خطوات ب 30 قرش. مش عايز. ده يا سلام، ايه يا الدلع؟ ده انا قلت لك خد بالعافيه اما سلامه. كل بلا وانت عامله زي الخنزير الذكر. انت حامل يا ستي مش كده؟ انت مالك؟ ادينا واقفين بندردش، يمكن عندي حاجه تنفعك. ايوه يا سيدي حامل. طب يا ستي ما انت شايفه الغلب اللي احنا فيه، عشان الواحد يحصل على المواد التموينيه، مع ان الحكومه ما بتتاخرش وبتبذل جهد على جهد، انما زياده في المعدل السكاني بيلتهم جميع المواد التموينيه اللي في السوق، يعني سبب الاشكال هو اللي في بطنك ده. ولو استوعبت الدرس اللي بقوله لك انا متاكد ان شاء الله باذن الله مش هتخلفي. لا يا فندم، انت عايز تسقطني ولا ايه؟ لا يا ستي اسقطك، استغفر الله. انا بحاول افهمك ان مساله الخلفه دي تبقى برواقه شويه، يعني مش ورا بعض ورا بعض، لان بالطريقه دي ما انت شايفه. ما تروق يا فندم، قليل الادب. انت يا استاذ في ايه؟ مالك ومال الست؟ ما خليها في حالها وخليك في حالك. شوف الطابور ده مالكش دعوه. انت تتكلم يا فندم. انت بتتكلم مع حد اصغر منك في حالك. انت في ايه يا فندم؟ في حاجه؟ لا مفيش حاجه يا استاذ. انا بحسب في حاجه. لا بيه مفيش. ايه ده التقرير بيقول ان نتيجه عملك غير مظبوطه. ازاي بيه؟ نسبه الخلل في منطقتك زادت عن الاول. طب انا اعمل ايه يا بيه؟ انا بكلمهم بالمعروف، انا بنضرب من غير معروف، امنعهم ازاي؟ انا ماليش دعوه بالكلام ده، انا عايز نتيجه. وانت يا ست نوال؟ انا يا فندم تعبانه قوي هنا، انا عايزه اتنقل منطقه ثانيه اصون فيها كراماتي وارتاح شويه. فين يعني؟ الصين مثلا او هناك. زي احنا ناس بنأدي رسالة ولازم نضحي. وانت؟ انا فندم كلهم بضرب بالجزم، مش قادر امنع الخلق يا فندم. هناك بياكلوا نوع من الاسماك بتجيب حاجات وحشة اسمها الاستاكوزا يا فندم، فمالية الدنيا خلق. انت ما تبقاش تاكلها لحسن انت تبوظ البلد كلها. طب اتفضل. انا عايز اشوف نتيجة. البلد هتنفجر باللي فيها.
مش عايزين الخلفة يا عالم، مش عايزين الخلفة. زعلني ليه وانا اللي بخلف؟ السلام عليكم. راح فين بالبتاعة دي؟ لا ما تخافش، دي مستأنسة ما بتعضش. تعض ايه وما تعضش ايه؟ حد يخش الفيلا بالعجلة؟ المرة اللي فاتت اتدشدشت وكلفتني الشيء الفلاني، المرة دي ما عنديش استعداد ان يجرى لها حاجة ولا تتسرق. ما تخشش. مش ممكن، ما اقدرش، لازم العجلة. ما تخشش. ايه في ايه يا عم احمد؟ المدرس بتاع تامر بيه مصمم يدخل العجلة بتاعته. ما يا ست هانم. انت؟ ايوه انا. اتفضل. أنا مش داخل غير بالعجلة. معلش ما يجراش حاجة يا ست. مش معقول، مش ممكن. لا لا ممكن ممكن يا جاري، قلت لك صرف عليها دم قلبي. خلاص خلاص، روح أنت انده تامر من عند الجيران. حاضر. اتفضل. لا ممكن، أنت ممكن تسيبها هنا، مش هيحصل حاجة. هنا أمان؟ أه أمان. اتفضل. بقى حضرتك الاستاذ بتاع تامر؟ اسمتي؟ اوعى تكون زعلان مني. لا خلاص. لا حقيقي اوعى تكون لسه زعلان. لا راح راح بقى. تشرب حاجة؟ شكرا يا فندم، انا لسه مديها اتنين عرق سوس تمام التمام. على فكرة انا متشكرة قوي على حضرتك عملته لبابا، الحقيقة هو حكى لي كل حاجة. حضرتك شهم جدا. ده واجب علينا يا ست. عيشة. أنا اسمي عيشة. اسم حلو قوي قوي. ده على اسم أم واحد صاحبي بس كان نظره ضعيف، بس كنت بحبه قوي هو وأمه. سعيدة. سعيدة مبارك، إزيك؟ زي ما أنت شايف. طيب عن إذنكم أنا بقى عشان مش عايزة أعطلكم. اتفضلي. على فكرة، أوعى تمشي قبل ما أرجع. حاضر. إيدي. دي عجلتي. وهي بقى اللي هتديني الدرس ولا أنت؟ ولد الله يجازيك. ذكرت الدرس اللي اديته لك؟ طبعا. طيب النهارده بقى هنبتدي في الجغرافيا. اخ ايه في ايه؟ لا ولا حاجه. يا استاذ المره اللي فاتت قعدت ربع ساعه زياده، والمره دي في نص ساعه زياده، انت استحليت القعده ولا ايه؟ انا مش ماشي غير لما تخلص الاربع صفحات دول. يا مهو. استاذ حسن، ست هانم عاوزاك بره. انا؟ ايوه. حاضر. كلمي. خير يا أستاذ عيشة؟ ممكن تقبلها مني؟ دي؟ دي أنا؟ ده أقل واجب. لا ما أنا عجلتي كويسة يا فندم، صلحتها وماشية كويس الحمد لله، متشكر. شكلك هتكسب. أنا؟ شكلك بيقول هتكسب. لا مش هكسبك. ولا عايز تكسبني؟ لا 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 مش هكسبك، هاخدها. متشكر أوي. إحنا اللي متشكرين. متشكرين على كل حاجة عملتها عشاننا وعشان تامر وعشان بابا. ده أنا يا فندم أنا. عن إذنك. ده أنا. أيوة يا عم، ماشية معاك حلاوة. عجلتين يا مفتري. الله، أنت هتنق يا تامر. ما تنساش الدرس بكرة. أهواك وأتمنى لو أنساك و... يا حاج. نعم يا حسدين. العجلة اللي هناك دي عشانك. عشان أنا؟ حافظ عليها، دي عجلة مبروكة، ده تاريخ. الله يعمر بيتك يا حسن بيه. اتكل على الله. ألف شكر. وتاريخ مشغول وشاغلني بيك، وعنيا تيجي فانيك وتكلم. الله يخرب بيوتكم، مش يبقى التحية ده حسن. انا عملت لك حاجة يا جدع؟ انت مش انت اللي ماشي، ما انت شايف حاجة مش تبص قدامك. والله ما انا سايبك، انا اديني حدامها للتوتة اللي تفعص الدنيا. يا عم ما تفعصتش، ما معفنة وحلوة اهي، بيعها كده. فين على الجسم؟ والله ما انا سايبك على الجسم. انت بقى ما تستلبطيش بقى وتعملي حركات الابتزاز دي، بتهددني بالاسم عشان اديك فلوس، معيش فلوس. بين على 60 اسم. طلع النبي يا استاذنا، انا غلبان يا بيه، لازم تقول الاسم يا بيه، ده غلبان تقول حاجه. لا خد يا عم، خد يا عيالي يا ابوي. اتفضل يا عم. خد يا اخوي، خد. خد يا عيالي يا ابوي. خد يا عم، خد يا عيالي يا ابوي. خد يا عم.
كنت عيان ابوي. الله الله الله، قيس يا عم قيس، بعد ما تلمها ادلقها تاني، ادلقها ولم فلوس احسن ما تباعها، دي ما تتباعش. الله يخرب بيوتكم. امال فين الاسطى حنف يا عارف؟ عنده حصه، عنده فرح في المنصوره احسن بيه. فرح؟ قصب ده؟ خلصت يا استاذ. كويس، كويس قوي. عايزك بقى يا حبيبي تضرب 330 في 595، ها؟ وما تستعجلش. يعني الطلع ده في 559، ها؟ وبرواقه يا حبيبي، احنا وراناش حاجه. طيب ما تقعد تتغدى معانا. معلش متشكر. ايه متشكر دي؟ ده احنا اكلنا هيعجبك قوي. طبعا بس انا سايب اختي لوحدها هي والاولاد فلازم اروح دلوقتي. معلش يا عيشه سيبيه على راحته. على العموم بكره عيد ميلاد تامر، اوعى ما تجيش. معقول انسى؟ ولا هتكسفني؟ لا اوعى تكسفني. لا يا فندم هكون موجود. السلام عليكم. مع السلامه. يا حسن. ايوه. خلي بالك من السكه. اوعى حد يخبطك زي بعضه.
معقول هربي كل دول؟ ترى ايه يا حسن بيه؟ انت بتكلم نفسك ولا ايه؟ انت مالك يا اخي؟ انا حر، نفسي وانا حر فيها. خليك في حالك. قلت لي خلي بالك من نفسك. فايزة! يا فايزة! تعالى يا اولاد! ايه ده كله؟ ايه ده كله؟ كله من خيرات ربنا. خد يا ستي. بصارة في اكياس نايلون، عدس في اكياس نايلون، طعمية جاهزة كله للأكل، كله من السوبر ماركت. اهدى طعمية وبصارة وعدس، هو أنت لما تترقى تجيب لنا طعمية وبصارة وعدس يا حسن؟ عايزة ده أكل الخواجات. أكل الخواجات؟ إحنا يا أخويا عايزين ناكل لحمة، ناكل سمك. خلاص خلاص، خد يا ستي، اشتري لحمة واشتري سمك، اشتري اللي أنت، هات بالباقي ليك، يلا، خلي كله يتلاقي. إن شاء الله تعيش يا أخويا، إن شاء الله تعيش. ما خطرتش على بالك يوم تسأل عن تريلا لا لعناية ميجا فيها النوم يا مدوخي تالا لا هنا هنا كفتة اه صنعة ايديا وحياة عينيا تسلم ايديكي وعينيكي وتعيشي الله 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 والله بقيت كسيم وبناكل من جدك يا اسحاق حسن كله من خير والله بقيت كسيم يا علي ايه الهنا ده بيضالك يا عم داخل خارج في زوارقهم بيحبوك كله من فضلك وخيرك يا سرشاد بس وحياه ابوك ما تنقش قالوا ايه خد سلك من الشكمانات هو لازم الواحد يسلك من الشكمانات طبعا يعني من غير الشكمانات يبوظ طبعا بيضالك يا بابا بيضالك يا عم ما تنقش بقى بس بينه وبينك استرشاد لو ما كانش حسن ده مجدع ما كانوش حبوه هو مجدع وبس ده مجدع وابن حلال وسكر وحمار حمار شغل ده مدح ده استرشاد طبعا مدح حمار شغل يبقى مدح طبعا يعني انا لما امدحك اقول ده بغل سواقك حلوه يا اسطى بغل دي واحد حشاش لقى الدنيا ظلمت قال ايه يا اخوانا الدنيا ظلمت ليه في غاره قالوا لا طب كوبايه قطعت النور قالوا له لا الاكباس ضربت قالوا له لا قال الدنيا ضلمت ليه قالوا انت اللي مغمض عينيك يا حمار لا بيقول لك في امريكا الخيار بيرتفع مع الدولار الدولار يبقى ب 70 قرش الخيار يبقى ب 70 قرش يوم ما الخيار بقى ب 80 قرش الدولار بقى ب 80 قرش على كده بقى الواحد بدل ما يغير على الباسبور دولارات يغير خيارات الواحد يروح هناك يصرف له يجي 3 كيلو خيار الجهاز موصل سعرها 6 خيارات ايه انا ده الله يقطع سيبك سيبك احنا عايزين الستر يا ابو علي الحمد لله رب العالمين قول لي يا سرشاد يا سرشاد ده قول لي انا انا عايزك تقول لي اه ايه يا اسحاق حسن قال لي واحد صاحبي بيحب بنت هاي لايف قوي قوي هو غلبان قوي جلدة على قده البنت حلوة قوي لذيذة قوي ووكلته وجابت له جاتو وجابت له بسطة وبقت سبل له عينيها سبلت له عينيها؟ مش بالظبط يعني ده ما كان باين كان باين يعني عينيها كانت مواربة شوية يبان تسبيلة محسوبة تسبيلة يعني وبعدين وكانت وهو ماشي تقول له خلي بالك من السكة يا حبيبي قالت له يا حبيبي؟ لا هي ما قالتلوش يا حبيبي بس كان باين وشها بيقول نعتبرها قالت يعني وبعدين يا حسن وبعدين وبس الواد يعمل ايه؟ يعني اقول له سرشاد بيقول لك تعمل ايه؟ قول له سرشاد بيسلم عليك بيقول لك ما تحلمش لا تقع على الدور رقبتك. طب مش قايل له، بين عندي فيك مش قايل له. ده يا رشاد بتضحك يا صاحبه ليه؟ كل شيء جايز وصاحبه ده مش قايل لك. قول له. ده موظف وبكره بقى وزير. انت مش عارفك ان صاحبي ده موظف في تنظيم الاسره. بيبان يا ابني باين. شوف يا ابو علي يا اخويا كل شيء في الحب جايز. مش انا ميكانيكا اهو. انما عليا النعمه ممكن اتجوز بنت الخواجه شوفور ليه؟ هي شغلانه المهم تكون امه ده عيال ده ده عيالي ده عياله ده عياله اطمن ده عياله قوي يبقى محلوله بقول يا استاذ رشاد في عيد ميلاد تامر برضه مش الواحد مناسبه ياخد له هديه معاه هديه ايه؟ هما منتظرين منك هديه لا تشحات ايوه ما قلناش حاجه بس برضه الواحد لازم يدخل عليهم بقيمته كده قيمته؟ اسمع الهديه اللي بحقه وحقيقي خد الواد حاجه في خدمه اه والله الناس بتحب الفولكلور وانت مش فولكلور ولا مش فولكلور انا في كله اهو انا جاهز يا اسطى انا في اتعابك كلها تحت امرك اتعب ايه اقرع ونوزه ايه يا ابو علي انا تحت امرك الله يخليك ها
انا عليا الحسن وام حسن وابو حسن سلامه ام حسن من عينه ايه من حسن وسلامتك يا سي حسن سلامتها 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 ام حسن ام حسن الخلود بقول لك انا بقى تلميذي كل سنه وانت طيب وانت طيب يا ترى جبت لي ايه في عيد ميلادك عيد ميلادك انا برافو يا استاذ حسن، كنتش عارف ان صوتك جميل بالشكل ده. ده صوت يا فندم، الله يسترك. يلا يا اولاد. خليت لي الحفله روح. ده انا؟ طبعا. على اي حال انا ضامن بقى ان انا هنا اغني ما حدش هيضربني. هو حد يقدر يمد ايده عليك وانا موجوده؟ ربنا يخليك، انا اعمل اي حاجه عشان خاطر حضرتك. انا ملاحظ ان الناس اللي هنا في الحفله ما بيخلفوش كتير. طب وانت عايزهم يخلفوا كتير ليه؟ بالعكس، انا شغلتي بقى ان انا ما اخليهمش يخلفوا خالص. ايه ده بقى، وهي دي شغلة مدرس؟ لا، ما انا بشتغل مدرس بعد الظهر، انما الصبح انا بشتغل في تنظيم الاسره. برافو. منو بينك حبيت اشتغل على الناس اللي هنا شويه وانصحهم، بس انا حاسس انهم عشان ما بيخلفوش كتير حالهم بقى كويس. يجوز فعلا، انت عارف. طب وانت سعيد في شغلتك يا استاذ حسن؟ الحمد لله، مستوره ومرضيه وادينا بنربي العيال. هو انت متجوز؟ لا ابدا، انا مش متجوز، هي لاختي، لان يعني بعد ما جوزها مات ما عندهاش حد، وحيده، فانا بصرف عليها هي واولادها الحمد لله. يا سلام عليك، كلك شهامه. الله يكرمك. اخيرا حسن بيه. الله الله، اهلا يا استاذ حنفي، عن اذنك. اهلا حسن بيه. ازيك يا ابو علي؟ ازيك يا بيه؟ ازيك حسن؟ الست فيفي. صممت اجيبها لك تحيي لك حفله عيد الميلاد بنفسها. الله يخليك، اهلا وسهلا يا فيفي. اتفضلي منك. ودي دي شغلانه، ده انت تؤمر يا ابو علي، تؤمر. تحب اجيب لك ديمس روسس؟ مين ده؟ ديمس؟ لا ما اجيبش حد كده. ديمس؟ لا خلاص خلاص خلاص، اتفضل انت، اتفضل. الاستاذ حنفي. اهلا يا فندم. جاري بالنهار ميكانيكي وبالليل اجدع من غنواتي، صوته 8 سلندر وفتيس غرز. غرز ايه يا حسن بيه؟ ده كلام، ده مدح يا راجل. انا عايزك النهارده بقى تغني وتونون وتجلجل وتقول شويتين اللي في قلبك عشان تستعيش. انا يا الاثنين ابو علي، ده انت تكفي وراسي. الله يخليك. الو. ايوه يا عبد العزيز، خلصتوا اجراءات الجمارك؟ طيب عاد، حمل البضاعه فورا، لازم تكون الليله في المخازن عشان نلحق نوزعها بكره الصبح. ايه؟ عايز كام لوري؟ حوالي 6 يا فندم.
وساعة بالكتير ويكون الشحنة في طريقها لمصر. طيب متشكر يا أبو عزيز، مع السلامة. ألو، نقباو بيه؟ أهلا يا عبد العزيز، خير؟ البضاعة وصلت وخلصناها من الجمرك وحنشونها في مخازن الهرم. برافو عليك. اسمع، أول البضاعة ما تتشون يبقى اديني خبر. ها؟ مع السلامة. بتقول ايه؟ طب انا جاي حالا. واضح يا سالم بيه ان الحريده فعل فعل محتمل. حضرتك تتهم حد؟ ما اقدرش دلوقتي اتهم حد. على العموم احنا هنعمل تحرياتنا، بس نرجو ان انت تساعدنا بكل المعلومات اللي تفيدنا. حاضر. الو. هو انت؟ ايوه انا. انا هروح لهدفي على طول. أنا عايز ثمن البضاعة اللي حرقتها بالكامل. بضاعة إيه اللي اتحرقت؟ وأنا مالي؟ أنت بتضيع وقتك في كلام فارغ يا أستاذ. الموظفين اللي عندك هم اللي مهملين. أنا كنت متوقع إنك هتقول كده، وعامل حسابي لليوم ده كويس. أنا تحت إيدي مستندات توديك السجن أنت وعملائك لمدة 100 سنة. المستندات دي بتكشف كل ألاعيبك، السرقة والرشاوي والتهرب من الجمارك. ما كنتش مصدقني؟ بكرة الصبح هتلاقي على مكتبك صورة من المستندات دي. ما كنتش هتدفع ثمن البضاعة اللي حرقتها، المستندات دي هتروح للنيابة. كمية كبيرة من المواد التموينية تحترق. وريني كده. يا خبر بقى الراجل عشان يفرجها علينا يقوم يحرقوا المخازن بتاعته. وديه. يا ابني في فئه معينه من الناس يهمها ان الازمه تفضل موجوده علشان يغلبوا الحكومه ويغلبوا الناس، وهم بقى يشفطوها. لا بس في قله من الموظفين عايزين الحرق. ده الجورنال كله اعلانات، اللي بقى تهني الوزير بسلامه الوصول، واللي بقى تهنيه بطهور ابنه، واللي بقى تهنيه بحج مراته. ده لو كان وفروا الفلوس دي وجابوها اكل الناس مش كانت احسن؟ يا حبيبي رئيس مجلس الاداره من دول يهمه ايه؟ يهمه يحتفظ بالكرسي بتاعه. افهموها بقى. خد انا النعمة. انا لو جيت وزير واي واحد تعشت انا لفته. ايه ده؟ وشت يوجد في الجمعيه تفاح امريكاني الكيلو بجنيه وزيتون اسود مخلل من الونان. يا ابن الجمعيه في وادي والناس في وادي. زي امبارح وقفت في طابور الجمعية عشان اشتري فول. قالوا لي الكيلو ب 20 قرش. قلت لهم ليه؟ ده كان ب 10 ساغ. قالوا لي لا اصل ده معبق اوتوماتيكيا. 10 ساغ للفول و10 للاوتوماتيكية. انا كمان قلت لامي نص العيال اكلهم فول والنص التاني اكلهم اوتوماتيكية. الادهى من كده انهم عملوا جهاز للفول والطعمية. الواحد يعرف انهم عملوا جهاز للراديو، جهاز للتلفزيون، انما ايه جهاز الفول والطعمية ده يا جدع؟ دي بقى يا ستي جهاز تجيبيه في بيتكم ياكلكم فول وطعميه اوتوماتيكيه. قوموا بينا نشوف شغلنا. يلا. سنوات. نعم. ممكن استاذن انا اروح استعبان شويه؟ طيب. شكرا. اتفضل يا بابا. قهوة عشان تروق دماغك. يا بابا أنا مش عايزاك تشيل هم، دي مش أول أزمة تمر عليك في حياتك.
مفيش حاجة يا بنتي، ما دام انتي واخوكي بخير أنا بخير. طب مش عايز تقولي مين اللي عمل العملة دي؟ ما تشغليش بالك بالموضوع ده يا بنتي. أستاذ المدرس يا سعادة البيت. عن إذن حضرتك. أعمل قهوة لو سمحت يا عم أحمد. حاضر. أنا تأثرت والله قوي يا أستاذ عيشة من اللي حصل ده، وزعلت قوي، مش أنا بس، كل الناس الطيبين زعلوا. تعيش يا أستاذ حسن، ميرسي. عن إذنك. اتفضلي. ألو. أيوة يا فندم. تليفون علشانك يا بابا. ألو. صور المستندات وصلتني، كلامك مظبوط، انا مستعد ادفع لك ثمن البضاعه بشرط انك تسلمني المستندات الاصليه اللي عندك. وانا مش عايز اكتر من كده. تحب نتقابل فين؟ اللي تشوفه. اه، عندي في الهرم. وهو كذلك، بعد نص ساعه هكون عندك. فكرني بقى يا عصافير، النهارده يديني المستندات ويقبض، وبكره يطلع غيرها. ما دام عرف السكه هيفضل مهددنا على طول، لكن المره دي مش عايزه يفلت من ايديكوا ابدا. ما تخافش يا سعاده البي، كل شيء معمول حسابه. المستندات دي مش عايزها تقع في ايدينا. اهلا يا استاذ حسن. اهلا سعاده البي. عيشة أنا خارج، ولو عبد العزيز سأل عليا قولي إني راجع بعد ساعة. مش عارف، مشكلة بابا دي تعباني قوي، أنا خايفة. لا تخافي من إيه يا ستي، وحيد الله ما. لا إله إلا الله. وبعدين أبوكي قدها وقدود، أبوكي معاه الحق، واللي معاه الحق ما يتغلبش أبدا. اجلبينا ما تقفش. حصل ايه يا سعاده البيه؟ وديني على اقرب المستشفى. رشاد، الشنطه دي فيها مستندات خطيره، هي سبب في محاوله قتلي. وديها للأستاذ إبراهيم لطفي المحامي، هو هيعرف كل حاجة. استنى شوية يا رشاد. خذي الشنطة وصلها للمحامي بسرعة، والفلوس اللي فيها علشانك. سعادة البيه، سالم بيه، سعادة البيه. اشتقت البيت، اشتقت البيت، اشتقت البيت، اشتقت البيت، اشتقت السواق قتل البيت وسرق الشنطة وقرع الختام. ايوه خلصتوا على سالم؟ يا فرحتي بيكم.
ازاي تسيب السواق يهرب بالمستندات دي؟ واحنا هنعمل ايه بس يا سعاده البيه؟ ما هو هرب وسط الغيطان. وسط الغيطان؟ دي تاني مره بتفشلوا فيها. انا عايز السواق ده باي طريقه. المستندات دي مهمه جدا بالنسبه لي. عايز المستندات دي باي شكل. مفهوم؟ اعمل ايه؟ اقعد تحت قلبي يا اختي. اعمل ايه بس؟ في ايه؟ انتوا قاعدين كده ليه؟ في ايه يا ام رشاد؟ كسروا لي الشقه يا اخويا. هم مين دول؟ جماعه كده بلطجيه. الظهر يا اخويا كانوا بيدوروا على حاجه وما لقيوهاش. طب ما بلغتوش البوليس ليه؟ البوليس؟ هو انا عارف يا ابني في الحاجات دي؟ فين رشاد؟ رشاد لسه ما جاش، انا عارفه انه اخر لحد دلوقتي. ما تخافيش ما تقلقيش، الغايب حجته معاه. النبي يا اختي خليكي معاها، خش وضبي معاها الشقه، انا راجع لكم تاني. حاضر يا اخويا. طب يا فين رشاد؟ خير يا حضرة الضابط، في حاجة؟ احنا عندنا أمر بالتفتيش. اتفضلي. يا لهوي تفتيش؟ استني يا أم رشاد، أمان ده حسن أخوي. يا لهوي. طب بس مش فاهمني يا حضرة الضابط، إيه الحكاية؟ رشاد متهم بجريمة قتل. إيه؟ مش ممكن ابني يقتل. اتفضل خش يا حمد. خبط حد بالعربية. عربية ايه؟ ده قتل الراجل اللي شغال عنده. سالم بيه؟ ايوه سالم بيه. لا مش ممكن ابني يقتل ابدا. اكيد هم خلصانين عامل الشغل. اكيد هم خلصانين يا رشاد. مش حدك الشقة يا فندم. طب انزل العربية. حاضر. بس يا رشاد. انا بنبهكم، اي حد هيحاول اخفائه دي مسؤولية كبيرة عليه. قلبنا البيت حته حته ما لقيناش حاجه. السواق مختفي تمام، وما افتكرش هيهوب ناحيه البيت، وخصوصا ان البوليس مراقب الحته كلها. وانتوا كمان لازم تراقبوا البيت وكل الاماكن اللي بيروح فيها وكل اصدقائه ومعارفه. وعن طريق دول انا هعرف ازاي اوصل للسواق ده وأوصل إزاي للمستندات دي. والدي كان له خصوم، يعني ما بتشتبهيش في حد معين؟ لا يا فندم، أنا معرفش حد، أنا معرفش أي حاجة عن خصوم والدي، لأنه ما كانش بيدخلني في الشغل معاه. طيب في حاجة عندك تفيد التحقيق؟ ما فيش غير أكتر من إن مرة واحد حاول يقتل بابا، رمى عليه شكارة أسمنت من العمارة اللي جنبنا. طيب مين ده؟ مش عارفة، حتى بابا ما ادهش اهتمام للموضوع ده. طيب في عندك اقوال تانية؟ لا. طيب واقفل المحضر الساعة الرابعة بتاريخه؟ الا دقيقتين يا سعادة البيه. وبعدين بقى؟ وبعدين معاك؟ ها؟ انت صغير تعيط؟ انت راجل دلوقتي، خلاص مفيش عياط، تبقى راجل كده ولا تخليني ازعل منك وما اكلمكش واخلي كوكو واوا بنفسه يجي يقول لك انت غلطان؟ اجيب لك كوكو واوا؟ ولا اعمل لك قرد مسلسل يجي يقول لك عيب اللي انت بتعمله ده؟ ها؟ ادم؟ اي خدمات يا عيشة يا هنا، اطلبيني تلاقيني تحت اي اشاره. أنا كمان يتيم الأب والأم يا استعيشة. زرنا موضة الأيام دي إن الواحد يبقى يتيم، بس تلاقي كل الأمهات وكل الأبهات يموتوا والعيال يتيتموا. رزق ناس على ناس. الظاهر يمكن عشان الدكاترة ما يدفعوش ضرايب كتير، الزباين بتموت، يجي بتاع الضرايب يعد الزباين يلاقيهم ماتوا، هنعمل إيه بقى؟ أنا في خدمتك يا استعيشة، أي حاجة في الدنيا تطلبيها مني أنا تحت أمرك. أنا عارفة يا حسن. بس اللي مش قادرة أصدقه إزاي رشاد يعمل كده؟ لا 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 ما تصدقيش، أنا عارف رشاد كويس، رشاد لا يمكن يعمل حاجة زي كده.
رشاد. وطي صوتك، انت فين؟ الدنيا مقلوب عليك والبوليس بيدور عليك. والبوليس بس ده البوليس والعصابه اللي عملت عملتها عايزين الاول باي شكل. ظهرك حكايه كبيره قوي. وحيات امك يا شيخ، وحيات امك. انت قتلت الراجل اللي بيوكلك عيش ده ولا لا؟ عيب يا حسن عيب. انت مش فاكر ان كان في جماعه عايزه تقتله وانت اللي انقذته؟ لو كنت انا اللي قتلته كان ايه اللي جنبي بالشنطه اللي فيها الاوراق اللي تثبت براءتي؟ عشان انا لو وقعت الشنطه تكون معاك في امان. اوراق ايه؟ هقول لك كل حاجه دلوقتي، بس المهم تكون مصدقني. انا مصدقك. طب اسمع، صار في حد من العصابه بيراقبني. الجماعه اللي قتل بيه بيقابوني. ما تلفتش كده ولا كده، انا هتصل بيه. طب مش عايز فلوس؟ فلوس ايه بس؟ ادخل انت وراه لحسن يكون في باب تاني يخرج منه، وانا هستنى هنا. ازاي والاوتيل كبير؟ يبقى مفيش غير اننا نراقب باب الاوتيل. ها؟ وهيروح فين؟ لازم هيخرج. اسمع. ايوه. راقب انت بره وانا هراقب هنا. طيب. اسمع، انا مستنيك في الدور الثالث، في دوره المايه اللي في الدور الثالث. ما قلتليش اسم اللوكان ده ايه؟ عنوانها فين؟ فين؟ عرفتها
ما تخافش يا اخي، قلت لك انا هتصرف. طب اتصرف بسرعه احسن يعترف فيا. وتمشي طبيعي من سكات. وانت ماشي دعوه، انا هتصرف. يلا تعالى اقلع. طب اقلع عند بتاع بتاع الستات ولا بتاع الرجاله؟ بتاع الستات طبعا، ما احنا الستات. تعال تعال. عن اذنك يا حبيبتي هغير البتاع وجيك. خلي بالك يا استحانة. طب لما انت بريء ما سلمتش الاوراق اللي فيها الاثباتات دي ليه للبوليس؟ التهمه لابساني وحاولت اعرف حاجه من الاوراق ديت، ما فهمتش. والبيه قال لي قبل ما يموت محدش هيعرف السر غير المحامي بتاعي. ليه؟ اشمعنى المحامي؟ لانه يعرف كل خصوم الراجل اللي عايزين يقتلوه. طب ما سلمتش الاوراق للمحامي ليه؟ ما رحت له، قالوا لي مسافر وهيجي بعد شهر. الناس خدتها يوم واثنين وانا اللي خدت شهر. لا حول الله يا رب. اسمع، الشنطه اهي فيها كل كل الاولاد، حرص عليها. يلا مع حنفي واطلع من الباب العمومي، امشوا عادي طبيعي خالص. يلا يا حبيبتي. ما تخيلتش بالجدع اللي اسمه حسن الغلبان اللي بيشتغل في تنظيم الاسره؟ متهيالي كده. ما كانش في ايده شنطه؟ متهيالي كده. طب وراه؟ وراه ايه؟ انا شايفه لسه راكب تاكسي دلوقتي اهو. بقول لك وراه بالعربيه. ها عملت ايه؟ جت سليم، نزلت انترت المرتيه. قال لك حاجه؟ هيتصل بينا بعدين. عملت ايه في الشنطه؟ خافش الشنطه في الامان. يا خيبتكوا التقيله. يا رب الشنطه قدام عليكم. ومين ده اللي شفتوه خارج بالشنطة؟ واحد جاره اسمه حسن الغلبان. ولما شفتوه خارج بيها ما خدتوهاش منه ليه؟ اتلخمنا يا سعادة البيه. لخمته؟ ممحوقة يا سعادة البيه، نروح نكسر الشقة ونجيب الشنطة. لا فالح يا اخويا، فالح. والبوليس اللي مراقب البيت كله يحس بيكوا وننكشف. أنت متأكد إن اللي خد الشنطة الجدع اللي اسمه حسن؟ ده أنا شايفه بعينيا يا سعادة البيه. بعينيك دول؟ ايوه. لو سمحت من فضلك. ايوه يا فندم. في واحد هنا اسمه حسن بيه الغلبان. اه موجود يا فندم، ساكن هنا فوق. ممكن تناديه عليه؟ حاضر يا فندم. حسن بيه، حسن بيه. اه يا اسطى متولي. بعد فندم عايزك هنا يا بيه. حضرتك عايزني؟ حضرتك حسن بيه؟ الحمد لله خير. انت ما تعرفنيش.
يا عم كلنا اخوات، اي خدمه؟ انا جاي من طرف رشاد. رشاد؟ هو بيقول لك بأمارة مكان عندك في الشغل امبارح وخرجتوا من الاوتيل من غير ما حد يشوفكم، هات الاوراق اللي عندك. اوراق ايه؟ اللي شايلها عندك في الشنطه، هو قال لي كده واداني الاماره دي، والله اعلم اوراق ايه. وهو ازاي دلوقتي؟ طمني. بخير، بس هو مش قادر يتصل بيك او يجي عشان المراقبه زايده حبتين. بس انا مش عارف حضرتك بتتكلم عن اوراق ايه. خلاص انا هرجع اقول له حسن بيه بيقول اوراق ايه، وما على رسول الا البلاغ. السلام عليكم. يا سيد يا اخ، لحظه يا سماح، هو كان ساب عندي شنطه كده، معرفش اذا كان قصدكم الشنطه دي ولا ايه. هي دي. تمام. طيب حضرتك استناني لحظه واحده. اتفضل. تمام، اتفضل يا حاج بيه. برافو عليك. ايه ده؟ يا عافيه يا غربل، هو اللي اداهولك يا حاج بيه. لا مش غلبان، ده تعبان. انا وراك والزمن طويل يا غلبان قوي. انا فين؟ ايوه ايوه بعدك. الاوراق دي تخبيها عندك هنا في الورشه يا استا حنفي، محدش يعرف لها طريق. انا لو سبتها في شقتي ممكن يكسروا الشقه ويسرقوها زي ما كسروا شقه رشاد، وحرام تروح مننا الاوراق دي، هيبقى كل اللي عملناه على الفاضي. خافش يا ابو علي، ولا الجن نازل هيعرف طريقها. طمرك. عايزين يضحكوا عليا الولاد العبيط. يضحكوا على مين؟ لو قلنا ابو علي. ايوه. تعرفش مين لقيت الراجل الطيب ده؟ ما احنا هنعرف، بس لما يجي البيه المحامي صاحب البيه الله يرحمه. عيش يا اخويا. ان شاء الله هيخرب بيوتهم كلهم ويوديهم في داهيه. يا رب. الله يلعنهم. يتموا عيشه وشتتوا رشاد وغلبوني معاهم، انا يا رب ناقص. ايه راي عيش هارم لو تبيعي المخازن والممتلكات اللي فاضله من تركه المرحوم والدك؟ والله بفكر في كده فعلا يا استاذ عبد العزيز. وانا عندي اللي اشتري. انا حتى بفكر اخد تامر واسافر بره كمان. يا سلام، عيني العقل، عيني العقل. عقل مين يا سيد؟ معقوله؟ معقوله يا استاذ عيش تمشي؟ ده احنا محتاجين لك. قصدي يعني معقوله تسيب البلد وتمشي كده؟ والله مش قصدي يا استاذ حسن. اصل بصراحة اسمك ايه انت، احوالهم المالية مش ولا بد. لا انا رقبتي سداد. لا مش للدرجات يا استاذ حسن، ميرسي، انما مستورة الحمد لله يعني. بس انا الحقيقة بفكر اصفي فعلا. كده صح، مظبوط كده تصفي. ايوه بس لو بعتي كل حاجة بسرعة كده هتخسري فيها، مش هتبيعي بسعر كويس ابدا. انا رأيي انك تصبري، استني شوية لغاية ما التحقيق يخلص والنتيجة تبان، والحقيقة هتظهر، هتظهر قريب ان شاء الله، بعد كده تصرفي زي ما انت عايزة. ايه اللي بتقوله ده يا استاذ؟ ايه الحقيقه واللي تبان ومش تبان؟ اللي بتقوله عيش هانم هو عين العقل بالظبط. والله يا استاذ حسن برضو عنده حق، انا متهيألي نستنى شويه مش هنخسر حاجه. خلاص يا فندم، اللي تشوفيه نستنى. اوامري استاذ. انا اتفضل. حسن بيتاخر ليه كتير الايام دي؟ يعني مالك مهتمه بيه قوي اليومين دول؟ لا مش مهتمه بيه ولا حاجه، بس انا رئيسه المباشره. رئيسه المباشره بس يا سيدي؟ يعني هو دارب حاجه يا ست نوال؟ ده انت متجوزه ومخلفه 9 عيال. ايوه ده قبل تنظيم الاسره ما كانش فيه وعي. لكن النهايه بقى ابوهم مات الله يرحمه. ابوهم مات وعايزه تتجوزي وتخلفي تاني؟ اتنين ما يجراش حاجه. بس هو فين؟ السلام عليكم. صباح الفل. اهلا. صباح الخير. الو حسن بيه الغلبان موجود؟ مين؟ استاذ حسن؟ تليفون يا سيد حسن. الو حضرتك الاستاذ حسن مختص تنظيم الاسره؟ ايوه يا فندم. انا واحده صاحبتي كلمتني عنك، وكنت احب اقابل حضرتك علشان ترشدني في تنظيم اسرتي. اوه اوه يا فندم، احنا في الخدمه. تحبي امتى؟ بكرة لو حبيت، هستناك عندي بعد الظهر.
طيب ممكن حضرتك تديني العنوان؟ اوكي يا فندم، مع السلامة. دي برضه فيلا سوزان هانم؟ انت السباك؟ لا سباكي انا حسن بتاع الناس. اتفضل. شك. طيب بص يا استاذ. أنا؟ يلا أحسن أبرد. ميرسي. خلاص نشفتي؟ نشفت. اتفضل معايا. على فين يا فندم؟ هناخد درينك. اتفضلي. كرمازية ولا سكوتش؟ نشوف الأخراني ده برضه نتعرف عليه يا فندم. طيب. قول لي يا حسن بيه. أيوه. ازاي تنظيم النسل؟ اصل انا عايزه اخلف مرتين وبس. انت عارف لازم احافظ على رشاقتي وقوامي ومنظري. اعمل ايه؟ هو في الحقيقه فندم هناك وسائل لتحديد النسل. لا مش سته، هم ثلاثه بس يا فندم. الطريقه الاولى هي طبس للرجال، عزل للرجال. ويعني ايه عزل للرجال؟ يعني لمؤاخذه يا فندم، لمؤاخذه. طب قول بقى يا اخي، العلم ما فيهوش حرج. ايوه بس اقولها ازاي؟ قولها زي ما تقولها. هو يا فندم سعادتك لما وجوز حضرتك تيجوا ان شاء الله تخلفوا، هو يستعملها وما تخلفوش خالص، الحمد لله. فهمت. طب والطريقه الثانيه؟ هي حبوب الامان الموضعيه، ودي بقى لحضرتك. والحبوب دي بقى قبلها؟ لا لا يا استهانم، اوعي تبلعيها تموتي. امال استعملها ازاي؟ ما هو مدام ستان مش هتبلعيها. اسالي اسالي هيقولوا لك. فهمت. ودي يا فندم ملهاش اي اثار جانبيه ولا اي اضرار. والطريقه الثالثه هي اللولب النحاسي، وساعتك تروح لاي طبيب امراض نساء هيقوم بخدمه ساعتك. طيب وانت بقى يا حسن بيه تنصحني بانهي طريقه؟ والله يا فندم كلهم حلوين اخر حلاوه. طب وانت بقى بتستعمل انهي طريقه؟ انا ما بستعملش حاجه يا فندم، انا عازب مش متجوز. معقوله اللطافه دي كلها ومش متجوز؟ خساره. اسم انا كمان مش متجوزه. مش متجوزه يعني ايه؟ امال ليه طلبتيني يا استهانم؟ وليه عايزه تعرفي تحديد الناس؟ لان انا مطلقه وناويه اتجوز، مش معقول واحده زيي تقعد من غير جواز. لا طبعا مش معقول يا فندم. كلهم بيقولوا اني حلوه. حلوه حلوه قوي قوي. عاجبك؟ يا اسود ده انت تعجبي الباشا. طب تعالى معايا. نروح فين؟ ندخل جوه. ندخل جوه نعمل ايه؟ ما احنا قاعدين هنا كويس. احسن حد يشوفنا. ما يشوفنا يا فندم، ما احنا لا سمح الله بنعمل حاجه. ما احنا مش هنعمل حاجه، تعالى هديك حاجه كويسه. قول يا استهانم. تعالى. ايه ده؟ ايه رأيك في الصفقة دي؟ أنا والفلوس دي كلها. أنا مش فاهم حاجة. أنا والفلوس دي كلها مقابل شوية أوراق عندك. أوراق إيه؟ يا حسن ما تلفش وتدور عليا، خلينا حبايب. أنا مصيبتي إني ما بفهمش بسرعة يا فندم. يا حسن الأوراق اللي إداها لك رشاد السواق. الحكايه كده. هنعيش اجمل قصه حب مع بعض، اسبوع اتنين تلاته زي ما انت عايز. عن اذن حضرتك. يا حسن ما تبقاش عبيط، دي فرصه العمر. لا عمر ولا عمرنا يا ست هان. يا حسن فكر كويس. انا مفكر جاهز قوي، عن اذنك. هتندم يا مجنون تشبد. فين يا حنا؟ اهلا ابو علي، انت فين يا حبيبي؟ ظهر ان الحكايه كبيره قوي قوي. حصل ايه؟
تعال نشوف الاوراق اللي احنا مخبيينها نشوف فيها ايه. وراي معاك. انا عربي. خلاص تعالى راكب وشهد. يلا خلاص امشي. ده ضحكه كبيره قوي 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 يا ولاد اللذينه. الله ايه دي يا حسن يا ولاد الابنسه. ايه يا ولاد الحراميه. الله في ايه النباوي ماله؟ دول يا جماعه رجاله تجار، تجار كبار قوي بيتاجروا في المواد التموينيه، والظاهر ان سالم بيه عارف يلم كل الاوراق اللي بيرشوا بيها. هنا في كل الادله اللي توديهم في داهيه. فين طشاش يا عم؟ يا عم دول يا جماعه بتوع السوق السوداء، عصابه بيتاجروا في السوق السوداء. الحاجه ام 3 ساغ يبيعوها ب 10 ساغ 12 قرش كمان. اه قصدك سوق سوداء. ما تقول كده عشان افهم الصبح. اديني قلت لك. اما لما عرفوا بقى ان سالم بيه نزل السوق وهيضربهم واشتغل بنزاهه ونظافه قتلوه. برافو عليك. نعم عسل. ايوه تليفون عشان انا هروح اشوف التليفون ده يا اسطى حنفي. مصيبه لتكون البنت اللي عايزه تتباس. تليفوناتك كترت الايام دي. نق يا اخويا. الو اسمع انا بس اللي اتكلم، انت ما تردش خالص. يعني ايه ما ردش وانا بتكلم؟ هشاور لك في التليفون. حضرتك مين؟ اسمع يا واد انت، ده الذوق يظهر مش نافع معاك. احنا دلوقتي معانا عيشه. عيشه اخرس ما تنطاشي. انا يا عم اتكلمت. اذا كنت عايز تنقذها تدينا كل المستندات اللي عندك الساعه 8 مساء. اوراق ايه؟ اخرس. واي محاوله لابلاغ البوليس مش هتفيد. ايه الاوراق وعيشه وبوليس؟ انت مين؟ انا عارفك لكن انت مش عارفني. اذا كنت عايز تشوف عيشه تاني نفذ اللي بقول لك عليه. وانا ايه اللي يثبت لي ان عيشه عندك؟ بسيطه. خد كلمها. الو انا عيشه يا حسن. انت عيشه؟ صحيح الكلام اللي سمعته ده؟ ايوه خطفوني وانا خارجه من البيت. بس ولا يهمك. ايوه بس انا خايف عليك في وسط الناس دول المجرمين. ده انت عايز مخلوق عندي في الدنيا. صحيح يا حسن. ايوه والله العظيم. طب ما قلتش الكلام ده من زمان ليه؟ كان نفسي اسمعه منك بجد. والله العظيم الاوراق اللي معاك يا حسن هتحط على لعبهم. اوعى تديهم الورق يا حسن. الو 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 سمعت صوتها يا اخويا؟ انا سمعت صوت. بس ايش ضمن ان ده صوت ست عيشه؟ لا يابا انا اشوفها بعناية. مفيش مانع. النهارده الساعه 6 تستنى في اول طريق صلاح سالم. الرجاله هيفوتوا ياخدوك. طريق صلاح سالم؟ حاضر انا هكون هناك. للحلويات الفاخره.
الفاليرو الفاليرو. الله 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 الله، صابون وزيت ورز وعدس، والعالم بيصوت بره يا ولاد الحراميه. اخر اكتم. اهلا 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 يا غلبان. مين ساعات البيت؟ عايز تشوف عيشه؟ ايوه يا فندم. يا مصطفى. لا عيشه يا فندم مش مصطفى. حسن ست عيشه، انت بخير يا ست عيشه؟ حزوكي في حاجه يا ست عيشه؟ ست عيشه ايه دلوقتي؟ قول لي عيشه بس. يا عيشه ودواته. ايه يا عم مصطفى ما تروق. اخويا ازاي يا حسن؟ كويس بخير الحمد لله. طب اسمع يا حسن. ايوه. ما تديهمش الاوراق لحسن، الاوراق دي هتكشف على عيب حسن. هو هتديهم الاوراق؟ يلا يا اخويا شفتها واطمنت. يلا يا اخويا. قلت ايه؟ انا هسلمكم الاوراق دلوقتي. لا مش دلوقتي، بكره زي دلوقتي. اشمعنى؟ اصل الاوراق مش معانا، خبيتهم في بلدنا. في بلدك يا ابن اللئيمه. انا اللي ابن لئيمه؟ والله ما حد لئيم الا انتم. كل ده فول وعدس وزيت، والعالم واقفه طوابير بينطح بعضه. خليك في حالك. قلت ايه؟ طب انا ايش ضمني ان بعد ما اسلمكم الاوراق ما تسلمونيش عيش؟ لا ناس عندنا شرف ومش عايزين غير مصلحتنا وبس. هتسلمنا المستندات هنسلمك عيشه. مش هتسلمنا المستندات في ظرف 24 ساعه هسلمك جثتها. واحلى من الشرف مفيش. اشتغل متولع، اعمل لك همه بقى. حاضر يا اسطى. خلاص اهو. اهلا ابو علي، كويس انك جيت، كنت قلقان عليك قوي. شفت عيشه؟ شفتها. وقابلت عرفت المكان؟ ولا عرفت ولا نيلة، كانوا مغمين عليا ولاد الحراميه. طب وبعدين؟ مفيش بعدين، انا هبلغ البوليس والبوليس يتصرف وهيطربقها على دماغهم. هو ده الصح. عن اذنك. اتفضل. ربنا معاك يا حسن. غمولي عينيا يا بيه وركبوني عربيه ودوني حته بعيده جدا. وخلوني شفتها، شفت عيشه يا بيه. وبعد كده ربطولي عينيا تاني وركبوني العربيه وروحوني. وهددوني بقتلها اذا ما كنتش هديهم الورق اللي عندي. يعملوها يا بيه دول مجرمين بتوع السوق السوداء. وتلاقي سعادتك يا عيني لا مؤاخذه، اكيد يا عيني بتشتري من السوق السوداء. طبعا سعادتك مش هتسكت. ساعتك لازم هتتخذ الاجراءات اللازمه للحفاظ على روح الانسه عيشه. خلي بالك يا بيه. بيه يا بيه. بيه انت مش معايا ولا ايه يا بيه؟ انا معاك يا سيد حسن. معايا يا سيد حسن ايه ونيله ايه بس يا بيه؟ بقالي ساعه بدش قدام حضرتك وسعادتك ولا انت واخد بالك مني؟ تفكرني عبيط ولا ايه يا بيه؟ دي مساله خطيره جدا يا فندم، دي عصابه خطفت بنت وهددتها بقتلها الا اذا انا يا سيد حسن. نعم يا بيه. انت ظاهر الحلقات الاجنبيه اللي بيعرضها التلفزيون اثرت عليك. ليه يا بيه؟ علشان احنا ما عندناش اختطاف والحاجات دي في الحلقات الاجنبيه. اجنبيه ايه يا بيه؟ انا بشوف حلقات ولا بشوف ايه؟ عندنا تلفزيون ده حيلا الراديو قد كده وبايظ. على كل حال انت قلت كل اللي عندك وعملنا محضر. محضر يا بيه؟ هو المحضر ده اللي هينقذ عيشه؟ يا سيد حسن ورانا شغل. وده الشغل. مع السلامه. الله يسلمك. بتهددني؟ اقول لحضرتك الضابط خطفوا عيشه وبيهددوها بالقتل، يقول الحلقات الاجنبيه مأثره عليه. يعني البوليس صددها في وشك. ايوه بس انا مش هسكت، مش هنسكت، ده خطفوا عيشه، ده لازم ناخد حقنا بايدينا، مفيش غير كده. انما ناخد حقنا ازاي طالما انت مش عارف مكانك؟ طب ما مش غمولك عينيك. ايوه غمولي عينيا بس كنت سامع اصوات كده. اصوات بتاع الرسوس يعني؟ رسوس مين يا جدع؟ لا انا كنت سامع صوت جرس مزلقان متر حلوان هنا في ودني. تليفون على شارك يا حسن بيه. انا اذنك. يعني التليفونات كترت يا اخويا الايام دي. الو؟ ايوه حسن، المحامي وصل، هات بقى الاوراق وتعالى. يا ريت يا سيدي ما وصل. ليه حصل ايه؟ بعدين افهم. ايه اللي بيزيق عندك ده يا رشاد؟ لا مش مهم، بس فاهمني ايه الحكايه؟ مش عايز تقابلنا عند المحامي ليه؟ ده احنا ما صدقنا انه وصل. ما هو في ازمه كبيره قوي احنا واقعين فيها. انا هفهمك كل حاجه لما تجيني يا سيدي. اجري فين؟ انا مش ممكن اتحرك من هنا. وازاي امي يالا؟ ازاي امي؟ يا عم احنا في امك دلوقتي، احنا في الخيبه التقيله اللي واقعين فيها. لازم تيجي يا رشاد، لازم. انت فين؟ كرداسه؟ طب اسمع خليك هناك. هنفوت عليك ناخدك. استنانا في الطريق العمومي. رشاد اجري. ايه؟
تعالى اطلع اركب. واخدنا على فين؟ يا اخي مالكش دعوه، هشرح لك في السكه، اركب بس. يلا يا حنف. المنطقه دي اللي خدوني فيها محصور على خط مترو حلوان، وهو ده الخط الوحيد في القاهره اللي فيه جرس مزلقان. قبل المعادي مفيش مخازن، يبقى اول مزلقان نفكر فيه بعد المعادي. معقول برضه. اطلع بينا حنفي على اول مزلقان بعد المعادي. عدي المزلقان يمين ولا شمال؟ يمين يمين يا حمار. لا 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 لا، دي منطقة سكنية مش هي دي. ودينا المزلقان التاني. ايوه. عدي المزلقان يمين ولا شمال؟ يا ابني هو في شمال؟ اقول له ايه ده؟ قول له يمين يا حمار. يمين يا حمار. المنطقة دي منطقة مخازن فعلا، بس دي منطقة كبيرة قوي. وماله؟ نلفها بالسنتر. أيوة بس مش عايزين تلطيش، الوقت ضيق. ريحة وحشة قوي. إيه ده؟ إحنا ماشيين صح. ليه يا فالح؟ أنا شميت الريحة. ريحة إيه؟ يوم ما خدوني شميت الريحة دي ولا يمكن تروح من مناخيري أبدا. ده أنت كلب بقى. نعم. كلب هون. إحنا مظبوط كده، بعد 100 متر ننزل ونمشي على رجلينا ندور. اقف بعد 100 متر يا اسطى حنفي. مش هيفهم كده. اقف بعد 100 متر يا حمار. هي اكيد هنا. هنا بس فين؟ مش عارف. طب انا عندي فكره. هي مش تعرف صوتك يا حنفي؟ طبعا. طب ما تغني. غني. لو صوتك لفت نظرها يبقى عرفنا مكانها. هي فكره برضه، بس لازم نوضبها بشكل طبيعي.
طلبتها. مش قلت لكم؟ طب بس نوصل لها ازاي؟ ننط السور. ننط السور عشان لو اتقفشنا نروح كلنا في شربة مية. هو ننط السور ده مؤكد، بس مش دلوقتي، بالليل، وعشان ما نتقفش لازم نشوف اي حاجة نلخم بيها اللي جوه المخزن دول. نلخمهم ازاي؟ نفكر.
ترجع البنت ليه ما تروح مكانك؟ نزلني بس وهتفاهم معاك، والله ده انا هكلمك بالمنطق والفلسفه والسفسطه. يا مصطفى يا مصطفى، مش معقول كده يا مصطفى، شويه جنتله. انت ما قريتش عن الاتيكيت؟ معاك يا مصطفى يا اخي. حسن دي على وشي. يخرب عقلك يا مصطفى. يلا يا اولاد غندور. صدقتني بقى يا حارس الضابط؟ طبعا كنت عارف، بس كان لازم اعمل كده لان احنا لاحظنا ان العصابه مراقباك، ولو اهتمينا باقوالك كان ممكن تعرضوا كلكم للخطر. يا ابني الايه يا حارس الضابط؟ سعاده البنت كنت عايز الاوراق. حاضر، انا هسلمك الاوراق بس بكره في النيابه ان شاء الله. اما بقى بالنسبه للصابون والزيت والسكر والدقيق، ده هينزل السوق بقى بسعر التكلفه. تكلفه ايه يا ابني انت؟ انا كنت بحوش للشعب تموين الابيض ينفع في اليوم الاسود. انت جاي معايا ولا قاعد يا حضرة الظابط؟ اتفضل اتفضل. عيشي. معقولة حلاوتك دي؟ اختشي بقى يا استاذ عيشي.